بهدف جعل المأكولات نظيفة وخالية من الأوساخ، خاصة في موسم الخريف. يجب نظافة الأماكن في الأسواق، كما يجب وضع الخضروات واللحوم والأسماك في الأماكن نظيفة حتى تكون بعيدة من النفايات الضارة لصالح المواطنين. من خلال جولة عدسة التلفزيون لاحظ أن بعض يضعون المأكولات في أماكن غير مناسبة والبعض الآخر على الأرض، مما أجبر أحد البائعات بالقول: إنه مرض ولا نخسله كروب يعني مهام يعني ده بس جاي سيلي ناس أساس أنا مرض يعني أنت بتتم لجلدك ما أدرينا ما يهتم لجلدك إما أدري لأن ذاتك أنا ساوقه في تابل يا أحسن من سواقة أنا تشده أنا ما كانت أنا بكنا ما تابل جاي شنو كل أنا نسو هذا. ومن الناحية الصحية، فقد تحدث الدكتور حبيب محمد أبرز عن الأمراض التي تسببها هذه المأكولات عند تعرضها للأوساخ. بعض من الأمراض اللي هي تسببها البكتيريا، مثل مثلا أمراض التيفويد مثلا، أو مثلا الإسهال، أو أمراض أخرى مثلا التسمم الغذائي، دي كلها ممكن واردة بفعل الميكروبات اللي تنزل في المواد الغذائية. يستحسن أن تكون الأغذية بعيدة عن الأتربة وبعيدة عن الأماكن اللي يكون فيها يعني أوساخ. لذا نلفت انتباه مسؤولي البلديات مراعاة هذه الظروف وتسهيل عمل التجار، خاصة المأكولات التي عند تعرضها للأوساخ تسبب بعض الأمراض.